إلينا واستجيبوا لدعوة بها مدعوتي السامي تتوج. فالباطل اليوم لجلج إلى ما دعوناكم إلى روح شرعة سماوية عنها بكم لا نعرج. فيه من الإثم مخرج. ونفسي يفرج هلموا إلى فيائه فهو جنة لعمري إليها المنتحين نعرج. بها مدعوتي
باب سمائي فلا ترى على الأرض إلا نورها يتبلج سلام من الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح ركننا الأسبوعي اليوم الجمعة 9 أكتوبر من عام 2020. في بداية ركننا حنعلق على مقولة رئيس فرنسا ماكرون، قال عبارة أنه قال الإسلام بيتعرض لأزمة شديدة في كل أنحاء العالم، والعبارة دي أثارت عليه ضجة في فرنسا من المسلمين الفرنسيين وفي خارج فرنسا، وعلق عليها الأزهر. فبنعلق على الموضوع ده في بداية الركن، وعلى أي مواضيع أخرى نشعر أنها ضرورية في الأسبوع مرت في الأسبوع المنصرم. لكن قبل ما بعد ذلك نفتح الباب للأسئلة، ما ضروري زي ما قاعدين نقول تتغيد بالمقدمة. لكن قبل ما نزع في موضوعنا بتاع اليوم، نفتتح بقصيدة للشيخ المرسي أبو العباس، بتقول: عندك من ليلة حديث محرر، بإيراده يحيى الرميم وينشر، عهدي بها العهد القديم، وإنني على كل حال في هواها مقصر. الله 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 الله
الشمس تستضيء وفي الشمس أبصار الورى تتحير. بسم الله الرحمن الرحيم. القصيدة دي أنشدوها الأخوان عبد الله فضل الله والنور حمد، وللأخوان والأخوات اللي بيستمعوا لنا إذا حبوا يسمعوا الإنشاد بتاع الجمهوريين بيكون موجود في موقع الفكرة الفكرة.org. موضوعنا زي ما قلنا بنبتدي به هو ما ورد من الرئيس ماكرون الفرنسي في التعليق، حيث قال الإسلام يعيش أزمة عميقة في كل مكان في العالم. الموضوع ده أثار زي ما قلنا لغط شديد ونغاش كالعادة، يعني متوقع جدا جدا بالنسبة لنا احنا كمراقبين لحركات التهوس باسم الإسلام في العالم. الأزهر قال انه العبارة دي عنصرية وتؤجج مشاعر ملياري مسلم، وقيمة البرامج التلفزيونية للرد على ماكرون وكل الاتجاه أنه دي إسلاموفوبيا وأنه ده هجوم على الإسلام. الأزهر قال أنه ده بأجج مشاعر 2 مليار، 2 مليار مسلم حسب تقدير الأزهر بيتأجج مشاعرهم. المشاعر دي اللي بتدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم وصي إليه ما بتبالي من أنها تغش وتقتل وتسرق، وكل ممنوع في الدين الإسلامي يتعامل من جانب الاثنين مليار ديل، وما بيتذكروا فيها الله ولا النبي ولا بكون عندهم فيها غيرة على الإسلام، لكن بتظهر الموجة الفارغة عندما يتحدث شخص بينظر للإسلام من الخارج زي ماكرون وزي أي شخص عادي قاعد في العالم، بيفتح التلفزيون بتظهر قدامه بوكو حرام بتمشي تختطف البنات الصغار في السن من المدارس وبتفجر وبتقتل بدون تمييز. بيشوف أبو سياف في الفلبين، بيشوف حركة داعش، بيشوف القاعدة، بيشوف حركات الأخوان المسلمين في أنحاء الأرض المختلفة، بيشوف حركة الشباب في الصومال إلى آخر هذه الجماعات. بيجلس شخص في أوروبا ولا في أمريكا أو في أستراليا أو نيوزيلندا أو في أي جزء من أنحاء الأرض ليرى أنه راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودي الجماعة دي بتعمل نوع العمل اللي بيعملوا الجماعة دي في التقتيل وفي السبي وفي كل أنواع التعذيب باسم الإسلام. دارين أنه يصلوا لنتيجة أنه والله ده دين بيقدم حل لمشاكل الناس اليوم، وده كلام ما عنده معنى. أول حاجة الغيرة على الإسلام والغيرة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل له بتجي مننا نحن المسلمين
بتدينا بترغى علينا واجب انه نحن نقدم الاسلام في مستوى اللي مغنى واللي بيمثل نموذج للناس في الارض اليوم. الداير يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه امام نفسه، والداير يدافع عن الاسلام يدافع عن الاسلام امام نفسه. ده اسمه في الدين الاسلامي الجهاد الاكبر. انت تشوف انت مفارق النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله في افعاله وين وتلزم نفسك بها، دي الغيره. اما انه النبي صلى الله عليه وسلم يساليه، القران قال انه يساليه وقال له عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دي كانت حاجه قديمه يعني ما شيء جديد. قال الكافرون هذا ساحر كذاب. ليه؟ قال اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. ده كلام غريب عليهم. وقالوا انه الساحر الكذاب وقالوا على المجنون. والقران قال نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. وقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا عليهم يتغامزون. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء فتح مكة قال لهم شنو؟ قال لهم ما تظنون إني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم ابن أخ كريم. قال لهم أذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا الناس دارين يتأسوا بالنبي وفعلا عندهم غيرة ليتبعوا طريقته في التسامح ممن ظلموا وفي الدعوة لكرامة الإنسان في وقت فيه الجماعات الإسلامية بتتكلم عن السبي وعن القتل بدون تمييز. يعني نفس الجماعات دي اللي 2 مليار ديل وصيت خدنا نحن في السودان مثلا، الكلام اللي بيقراه في الجامع وفي المدارس زي مثلا عبد الحي يوسف اليهودا أستاذ جامعي وأفتكر رئيس الدراسات العليا الإسلامية في جامعة الخرطوم وإمام مسجد، محمد عبد الكريم إمام مسجد دكتور، محمد مصطفى عبد القادر. أضيف القوائم دي كلها بتعتمد جماعة في المساجد المختلفين اللي قاعدين يشوفون الناس في السودان بيقولوا شنو مختلف من القاعدة ومن داعش. فإذا كان ديل الناس القاعدة العريضة اللي 2 مليار اللي بيقولوا اللي بيستفز المشاعر المسلمين شنو، إذا كان بيستفزهم كانوا يردوا على ديل. لكن إذا قبلوهم ودي المغررات اللي بتزاع في المدارس والبتزاع في المساجد وفي البرامج التلفزيونية وفي الإذاعية، إذا كان ده فهم المسلمين للإسلام أنك أنت بتقتل وتسبي. الكلام ده قبل في هذا الشهر لما نقرأ وعبد الحي يوسف بيرد على عملية ما وشيع عن السلام مع إسرائيل وقرأ آية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ناس ممكن يرجعوا لليوتيوب يشوفوا الفقهاء حول العالم بيقولوا في شنو اليوم مستوى فهمهم شنو للإسلام اللي بيقدموا لماكرون عشان نشوف أنه ما في أزمة. ثم اللي بيتقاتلوا في ليبيا هل ما مسلمين؟ اللي بيستحلوا دماء بعض ما مسلمين؟ في اليمن، في العراق، في سوريا، الناس اللي قتلوا في السودان في بيوت الأشباح بالطريقة اللي قتل بها أحمد الخير دي مش مسلمين؟ فإذا كان في استفزاز للمشاعر حقه نستفز نحن مشاعرنا في اتجاه تقصيرنا نحن كأفراد وكجماعات من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش افتعال بتاع كلام عن الإسلاموفوبيا. إذا في صورة غير الصورة اللي بتقدمها داعش وبوكو حرام والقاعدة وجماعة الأخوان المسلمين بأفرعهم المختلفة اللي يبرز المسلمين يقدموها للعالم، لكن إذا بقت دي الصورة اللي بتظهر كل يوم في تلفزيونات العالم وفي جرائد العالم وفي إذاعات العالم من حقهم أن يصلوا لأن نحن في أزمة. ثم الاثنين مليار أشار لهم الأزهر وبشير لهم الجماعة اللي بيتكلموا كلهم في البرامج التلفزيونية المختلفة بيسموها الإسلاموفوبيا، ديل الاثنين مليار ديل وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال غساك غسا السيل، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على القصعة. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السير لا يبالي الله بكم. فنحن الاثنين مليار اللي بيشير لنا الأزهر ليه ما طبقنا الدين في نفسنا؟ ليه ما شكلنا نموذج طيب يكون هو الرأي العام اللي لما تخرج منه حاجات الشاذة زي دي الناس يعرفوا أنه ده ما بمثل الإسلام، يعرف أنه ده ما ممثل الإسلام. فـ
احنا بنعتقد انه دي دائما الجماعات دي الخاصه المنظمات اللي بتسمي نفسها اسلاميه القاعده في الغرب زي كير في امريكا مثلا ما بتعترض على التهوس اللي بيذاع كل يوم في اذاعات العالم الاسلامي وفي في 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 في, في, في امريكا مثلا اللي بتقوده الجماعات الاسلاميه ما بعلقوا عليه لكن بينتظر واحد بس غربي مسؤول يقول له كلام زي الكلام اللي قاله ماكرون ليوروا فيه غيرتهم على الاسلام وعلى المسلمين. وانا افتكر الكلام ده ما بحل للناس مشكله. اذا كان المسلمين بيفتكروا انه قانون الاسلام اللي اتطبق في القرن السابع بيتطبق اليوم ما عندهم فرصه يفتكروا انه الكلام اللي قاله ماكرون ده اساءه للاسلام، دي اساءه للفهم المتخلف للاسلام اللي بيقدموه المسلمين في فرنسا وفي اوروبا الغربيه وفي امريكا وفي في العالم الغربي. انه اذا كان انت بتفتكر انك دار تطبق الشريعه وتقرا الايات اللي بيقراها عبد الحي يوسف وناس محمد عبد الكريم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وتقوم به حركه زي حركه الاخوان المسلمين في السودان اللي يحاربوا به جنوب السودان على اعتبار انهم مشركين وثنيين ونصارى بيعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. اذا كان ده الفهم ما اعتقد انك انت بتفتكر تقدر تدافع عنه. لكن لحسن الحظ انه دم الاسلام، لحسن التوفيق انه دم الاسلام. الاسلام اللي بتقدم الفكره الجمهوريه الفهم الصحيح القائم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم على اصول القران ده اللي بيقدم النموذج اللي بيغني على العقول الذكيه وما بيستطيع الشخص معقول ان يدينه. الاسلام اللي بيقدم بالاسماح بمستوى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن اذا كان الفهم بتاع ناس مصطفى عبد القادر زي ما قال دار يجيب السبايا واحده تعصر ظهر واحده تفليه كمان اللي هو كلام يمكن اطفال السودان ما يفهموه. ده التخلف اللي بيطروح للناس باسم الاسلام. الشريعه الاسلاميه زي ما بيقول الفكره الجمهوريه حكيمه كل الحكمه في تشريعها في القرن السابع. لكن للقرن العشرين ولما بعد القرن العشرين زي يومنا اليوم موعود الإسلام ببعث السنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله الذين يحيون السنة بعد اندثارها. السنة بتندثر وبتحيا بفضل الله ثم بفضل الفهم الواعي بتقدم الفكرة الجمهورية. وده الفهم اللي ما بيستطيع ماكرون يقول انه ده فهم بيقدم بيعكس أزمة المسلمين في العالم. قبل ما نمشي في تفصيل زي ده بنستمع لحديث موجز من الأستاذ محمود بيقول فيه أنه كمال الشريعة الإسلامية في مقدرتها على التطور والكامل هو اللي بيتطور. يجب أن نعرف أن نقطة التطور في الماركسية مصرين عليها بالصورة دي نقطة جيدة جدا وده مما يوضع في حسنات الماركسية. نحن المسلمين الفهم ده ناجح عندنا خصوصا الدعوة السلفية اللي بتقوم على أن الأشياء ما بتتطور. الشريعة الإسلامية كاملة وصالحة لكل زمان ومكان لأن الله هو أنزله هو أعلم بمصلحة الناس في القرن السابع والقرن العشرين ولذلك نزل التشريع يصلح لإنسانية القرن السابع والقرن العشرين. ده المنطق اللي بتواجه به المعارف الدينية عندنا وهو منطق مؤسف لآخر درجة لأنه نعم أن ربنا عالم بمصالح الناس في القرن السابع والقرن العشرين لكن ربنا في حكمة التشريع وكمال التشريع أنه بيتنزل لحاجة المجتمع في الأوقات المختلفة ولو كان الأمر ده صحيح كانت تكون رسالة واحدة انتهينا. أما أن يرسل من آدم إلى محمد كل ما بدي الدين جاء واحد جدد لهم دينه وتشريعه موافق للحياة ده بيعني معنى بيعني أن تشريع ربنا وش لكماله هو ومن آدم عارف ما يصلح الناس في القرن العشرين لكن لا يمكن أن يفرض على أم آدم اللي هم أسرته الخاصة له تشريع يصلح للقرن العشرين لابد أن يشرع له في مستواه فيما يصلحه. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما في أي تشريع حكيم يمكن أن يشرع لبكرة. بدأها من هيئاتنا التشريعية هل سمعت البرلمان جلس ليقول بكرة يجب تكون في مشكلة فلانية أحسن اعتدال التشريع؟ ما في
من الحقيقة أن الحياة التشريعية في كل بلد قد تكون تشريعة وتخلف عن الحوادث لو انتبه الحوادث حتى يشرعوا فيها. هنا الشريعة الإسلامية كاملة لكن كمالة في مقدرتها على التطور مش في ثبات على صورة واحدة. والتطور أصل التوحيد، ما يكلم الإنسان عن الوجود ده لحظتين هو على هيئة واحدة إلا يكون نازل في علمه في التوحيد. المنطلق تطور مستمر كل يوم هو في شان دين قاعدة زي ما قلت اليوم مش 24 ساعة، اليوم هو الوحدة الزمنية بدل ما تتطور لها من سبقة الزمن. أصلك الثانية لغاية ما تخرج عن أن تكون زمن تلقى أن ربنا بشان هذا التطور المنطلق أصله. جميل جدا، الكامل هو اللي بتطور، وكمال الشريعة في أنها هي عندها المقدرة على التطور، وده الانتقال اللي مشروع في كتبنا العديدة من القرآن المدني للقرآن المكي أو من الفروع للأصول أو من الشريعة للسنة لتستوعب التطور الذي استجد في المجتمع الحديث. على أي حال أي شخص داير يراجع عن الموضوع ده يرجع له في كتابنا بالذات كتاب الرسالة الثانية للإسلام أو من دقائق حقائق الدين. لكن الشاهد في الموضوع الشخص الداري دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وداري دافع عن الإسلام يدافع عنه أمام نفسه بالتزام قيمه مش بالمظاهرات في الشوارع وافتعال الانحياز للإسلام الفارق. المسلمين فارقوا دينهم ومهمتهم هسه يرجعوهم للدين عشان الناس التانين يقتنعوا يشوفوا نموذج من الأفراد ونموذج من المجتمعات الراغية المتواددة المتحاببة الموفرة الخبز والكساء والسكن لأفرادها وتقدم نموذج لمجتمع راغي متكافل متحابب متعاون. إذا كان قدمنا النموذج ده قدمنا الإسلام في مستواه. إذا كان نحن كالغساء السير وإذا كان نحن في ذيل الغافل البشرية بعد يوم نكتفي من الإسلام بالتهريج في الميكروفونات ودعوة الفاضية ما عندها قيمة بالتحيز للإسلام. المتحيز للإسلام متحيز لقيمة النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها في نفسه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحاجة الثانية برضو مربوطة بقصة مفارقتنا للأخلاق، ما ننتظره هسه نحن في السودان نحن في وضع اقتصادي يعني مدهور لدرجة بعيدة جدا جدا. الناس فقدوا الفرص فقدوا يعني المقدرة على متابعة أسعار السلع في السوق، والبيبيعوا والبيشتروا كلهم مسلمين. البيغشوا في السوق يوميا والبيستفيدوا من مآسي الناس إذا كانت الفيضانات أو الأمطار السيول أو خلافه أو شح المواد، البيستفيدوا من بعض في الحالات الصعبة زي دي هنا المسلمين. إذا كان في قيمة إسلام تطبق أهدي محلتها، أنك أنت تكون بترحم وتشفق على الناس اللي عليهم الكوارث دي مش بتستغل وضعهم لتسرق أنت. حكامنا الهسة دي دارين يتصدروا القصة دي ما قادرين لحد الآن يقدموا نموذج. الولاة والوزراء والسفراء بيركوا في العربات الحديثة على حساب الشعب الفقير ده. ده اللي بيقدم الإسلام في صورة ما يحترم الإنسان. إذا أنت مندوب عن شعب فقير، إذا كنت وزير أو والي أو عضو مجلس السيادة وإنت بتعيش عيشة الناس في الدول المرفهة الدول الغنية، أنت ما بتمثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتمثل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجارة على بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف على دابته ويقصف نعله ويرجع ثوبه. الدائري تقدم الناس باسم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ده النموذج. عمر قال يخشى أن يسأل الله عن بغلة تعثر في العراق. إذا دارين نقدم الإسلام نقدمه في مستوى معيشتنا اليومية، في مستوى تفاعلنا اليومي مع الناس. نحن عندنا أزمة أخلاق، أزمة مفارقة للإسلام الحقيقة. فالناس في حياتنا اليومية
إذا ما رجعوا للمسألة دي ما بقدموا الإسلام في مستوى اللي بيحل مشاكلهم ومستوى اللي بيلفت نظر العالم اليوم. دي من الحاجات الواحد شايفها أنه لا زال الواحد شايف أنه مسؤوليننا مشوا في نفس الامتيازات اللي بياخدوها ناس البشير، ناس الجيش في نفس الامتيازات الجاياتهم من ناس البشير، مصرين على أنه الجيش يكون هو مسيطر على الاقتصاد وعلى المصانع وعلى العملة الصعبة، وزرانا عايشين نفس الصورة القديمة في ركوب العربات اللكسس وخلافهم. ده الوضع ده ما بيودي الشعب السوداني لقدام، وما في نفس الوقت ما بقدم النموذج اللي بيه ونحن بنعتقد بمقاس الإسلام الحقيقي يقدم نموذج صالح للأجيال القادمة أو للناس الخارج دائرة الإسلام ليكون لهم مغري. نحن شعب مسلم في قاعدين نقول، ما قاعدين نشوف أخلاق الإسلام ولا أخلاق أي دين في الحقيقة، لأن كلنا فارقنا لأدياننا. فبالمعنى ده نحن بنعتقد أنه برضو الناس بيحتاجوا أنه يعرفوا أنه المشكلة الاقتصادية في السودان برضو زي ما هي مشكلة أزمة مجتمع مسلم بيفتكر نفسه أنه يطبق في الإسلام، وكثير من الناس اللي هسه على رأس الأزمات دي هم اللي بيفتكروا أنه دارين يحلوا مشكلتنا نحن بيفهمهم هم للإسلام. أنا ما أدري أمشي كثير في المواضيع دي، بنخلي نشوف لو في أسئلة تكون في نفس الاتجاه بنفصل، أو زي ما قاعدين نقول دائما الناس ما ضروري يتقيدوا بالمقدمة اللي عملناها للركن. أنا بقيف هنا ونفتح الباب للأسئلة، إذا كان من الأيام الفاتت عندنا شيء مرحل ممكن برضو نرحب به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، عندنا أسئلة أو سؤالين على الأقل من الأسبوع المضى. في سؤال من أسامة شريف شريف بيسأل، بيقول لماذا لم يطرح الجمهوريين برنامج اقتصادي للمناقشة حوله؟ أم هذا خارج الفكر الجمهوري؟ برنامج اقتصادي طرحناه وهو ما خارج من الفكرة الجمهورية. نحن تكلمنا عن الاقتصاد، والحقيقة الإسلام هو الأقدر على حل مشكلة الاقتصاد من أي فكر سياسي تاني أو فكر اقتصادي. وفي التصوف بيقول لك بلا عجين من بيجيني، الحديث النبوي الدنيا مطية الآخرة، عشان المطية تكون ذلول وتكون سريعة هذا الأداء لابد أن تكون في المستوى اللي بتسرع بحركة التطور اللي هو الدنيا زي ما قال مطية الآخرة. فنحن بنعتقد أن الاقتصاد والسياسة والاجتماع ضروري إصلاح عشان الناس يتفرغوا للعبادة. اللي بيوزع الناس في صلاتهم إذا كان قال الله أكبر وهو ما عنده وظيفة وعنده أطفال ما عارف يفطرهم من وين، عقله بينصرف من الصلاة اللي هو في ظاهرة أنه في المصلاية، بينصرف لتدبير الفطور للأطفال ولمواصلاتهم. عشان كده بقول لك ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الساهون لأنه بتابع مشاكل الدنيا في الاقتصاد والسياسة والاجتماع. الفكرة الجمهورية قدمت الحلول دي لأنه دارين إحنا الناس يصلوا ليطوروا نفسهم، ولا يمكن الصلاة تكون مجدية وممكنة وسهلة إذا كان الناس مرضانين وجيعانين وما عندهم السقف اللي يسكنوا تحته. فنحن فصلنا في الموضوع ده، عندنا كتب مختلفة فيه، مثلا ممكن الأخ يقرأ ما ورد عن النظام الاقتصادي في الدعوة الاشتراكية في كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، أو في كتاب من دقائق حقائق الدين، أو الإسلام وإنسانية القرن العشرين، أو ساو السودانيين في الفقر إلى أن يساو في الغنى، أو الدين والتنمية الاجتماعية. عندنا يعني كتابات مختلفة عن الاقتصاد ونفتكره ضروري جدا جدا نحله، لكن بنعتقد أنه عشان تتحل مشكلة الاقتصاد لازم تتحل مشكلة الأخلاق، لأنه نحن دارين السودانيين يساو في الفقر إلى أن يساو في الغنى، دارين الإنسان يكون منتج ينتج أكثر مما يستهلك ويكون عنده استعداد ليدي فائض إنتاجه لغيره من المحتاجين،
من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ماء فليعد به على من لا ماء له. قال صلى الله عليه وسلم، قال راوي الحديث، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد في أنواع الفضول حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في الفضل. فنحن دارين نقيم نظام اشتراكي يملك وسائل الإنتاج للمجتمع في هيئة تعاونيات، لكن دارين الناس يكونوا أخلاقيين عشان لما يديروا التعاونيات دي يديروها والواحد بيشعر بمراقبة الله له في كل لحظة، وأنه خيره في خير الآخرين. أنت بتخدم الآخرين بيجيك أنت الخير. نحن دارين النموذج ده عشان نحل مشكلة الاقتصاد، ودارين أنه اللي بيكون مسؤول يعرف أن المسؤولية دي مش 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 تشريف، هي تكليف، وهي عبء ثقيل، وحق الناس ما يزاحموا على المناصب لو كان نحن على أخلاق. حق الواحد ما يطلب المنصب، لكن إذا كان هو ساعي للامتياز، المنصب بيجيب الامتياز، بيجيب لك السفر في الدرجة الأولى والسكن في فنادق درجة أولى والمرتبات الكبيرة والواسطة للحاجات اللي انت دار تنفذها. ده المناصب للإنسان الدائر الدنيا. احنا دارين انه الناس الدارين الآخرة، دارين الناس اللي دارين الإسلام، مش انه الكواريك في الشوارع والصخط على ماكرون. عايزين الناس يشوفوا في أخلاقنا اليومية ويقيم اقتصاد قائم على المرحمة وعلى التعاون. لكن الأخ ممكن يرجع، الأخ وسام يرجع لقد بالفكر الجمهورية بلقى حديث عن الاقتصاد، وهو حديث ضروري جدا جدا. زي ما قلنا، إذا ما حليت مشاكل الناس ما بيقدر تدعوهم للقيم وتجيبوا للصلاة. ده فيما يخص الأخ وسام الشريف. طيب، سؤال آخر من الأسبوع اللي مضى، وبعده نفتح الفرصة للأخوان هنا في الزوم. من أبو حربة بيقول: ما هو أساس الفكر الجمهوري لو سمحت؟ ما هو أساس الفكر الجمهورية؟ نعم، ما واضح لي السؤال بصورة كافية، لكن بحاول أوريه أنه الفكر الجمهورية شنو. الفكر الجمهورية هي دعوة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد، وقال إن الناس عامة والمسلمين خاصة وأصحاب الطرق والمضطرين بصورة خاصة، لم تعد الطرق ولا الملل الملل إلا طريق محمد. وقال: البسلم نفسه لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم نفسه لقيادة نفسه، هادية ومهتدية تجعل حياته مطابقة للقرآن. وقال: أنا زعيم أن الإسلام هو قبلة العالم منذ اليوم. فعنده أنه لابد للحياة دي أن ترجع إلى الله، ولا بد أن ترجع بالإسلام. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعشان تتم الملاقاة دي لابد من تنظيم الدنيا على نسق يجعل التطور بالمعراج الصلاة معراج العبد إلى ربه أمرا ممكنا وميسورا. فده إذا كان بيوريك أساس الفكرة الجمهورية، هي دعوة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. بتتكلم عن الاقتصاد أنه يكون اشتراكي، السياسة تكون قائمة على الديمقراطية، والاجتماع يكون قائم على المساواة. مساواة بين الناس من حيث هم ناس، بغض النظر عن عقيدتهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو أي عنصر من عناصر التمييز بين البشر. الناس يكونوا مساوين كأسنان المشط. ده باختصار إذا كان فهمت كلام الأخ أو الحربة. طيب، من داخل الزوم هنا، الأخ محمد ممكن تفتح مايكروفونك؟ نعم، كده سامعني؟ جدا. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب دكتور دالي. ومرة تانية يعني بنشكره كثير جدا على يعني سعة صدره وتقبل الأسئلة وشرحه، يعني شرح مفيد يعني على الناس على الأقل يفهموا يعني شنو فكرة الجمهورية وماذا أسهم وماذا قدم الأستاذ الشهيد محمود محمد طه. أنا عندي بس حاجة بسيطة، يعني قبل فترة استمعت لتسجيل أتخيل يمكن سمعته قبل كده دكتور دالي، اللي هو بتاع محمود كشك، تخيل كشك المصري ده،
هو كان بيتكلم عن انه كان بيطالب شو الرئيس النميري كان باعدام ومحاكمه الاستاذ واتهامه بالردة والى اخره بانه هو ادعى النبوه والى اخره، وشرح الايه بتاعت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، انه الانسان لما يصل لمرحله معينه من او مستوى معين من العبادات على حسب ادعائه انه بلسان محمود انه بتسقط عنه التكاليف من حج وصلاه وزكاه والى اخره. ف انا ما اعرف اذا انت سمعت التسجيل بتاعه ده ولا ما سمعته، لانه متداول ما بين الناس في الجروبات، وما ما بقدر اسميها حمله كده منظمه للجمهوريه والى اخره، لكن طبعا الناس بتصدق الشيوخ الكبار اليوم مثلا يعني انتشار ما بين الناس زي محمود كشف والى اخره. فانا عايز دكتور دالي يعني على الاقل دي تكون فرصه يروت على النقاط اذا كان هو سمع التسجيل بتاع الراجل ده، ويشرح لنا تماما ماذا تعني الايه من وجهه النظر الجمهوريه. هل اليقين هو الموت ام اليقين اللي هو مستوى معين من الـ من الـ من العباده لما يصل الشخص بتسقط عنه التكاليف التقليديه زي الصلاه والزكاه والحج والى اخره، فعشان مثلا تكون واضحه للناس على الاقل يعني بعد ذاك الناس تحكم براها يعني. وزي ما بيقولوا احنا بالدارجة حلو الغنى من خشوم سيده، يعني على الاقل نسمع وجهه النظر الجمهوريه من الجمهوريين نفسهم، بعد ذاك نقدر نعمل مقارنه وبعد ذاك صاحب العقل يميز يعني. تمام، شكرا جزيلا وموفقين ان شاء الله. جيد جدا، شكرا يا محمد. كويس انه انت استمعت لي كشك و جيت سألتنا لتستوثق، ودي حكاية مهمة. في ناس بياخدوا كلام كشك ده وبيمشوا بيه، وزي ديل برضو نحنا ما بيفرق معانا كتير، يعني ما بيفرق معانا الإنسان يستمع على أقاويل ويبني عليها، لأنه الإنسان العادل هو اللي بيسمع وجهتين النظر بعد ذاك يحكم. يعني القاضي العادل ما بيحكم بوجهة نظر الشخص واحد ويكون ده الحكم النهائي. فكويس جدا جدا احنا بنشيد بانك انت سمعت كلام كشك وتجي تسمع كلامنا نحن وبعدين تحكم لنفسك. لو كان بيكون كلام كشك ده يعني عنده قيمه حقيقه، يعني لو كان قال ان الاستاذ محمود ادعى النبوه وقال الكلام ده في الكتاب الفلاني في صفحه كده في او في التسجيل الفلاني الموجود في موقع فكرتهم او الى الاخر، عشان يدينا مرجع، لانه المؤمن لا يكذب. قال هل يعني يزني المؤمن؟ قال قد يزني. هل يسرق المؤمن؟ قال قد يسرق. قال هل يكذب المؤمن؟ قال لا يكذب. فإذا كان هو قال أنه ادعى النبوة نحن نعتقد أنه ده كذب. لو كان هو للمستمع قال له أنه الكلام ده في الكتاب الفلاني أو في التسجيل الفلاني وجابه لنا، كان بيكون عنده كلام عنده قيمة. لكن الأستاذ محمود قال ختمت النبوة بصريح نص لا مرية فيه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولولا هسه الوقت ضيق أنا كنت بجيب الكتاب وأقرأ لك، لكن على أي حال ممكن نرجع لك في مرة تانية يا أخ محمد وإنت بتتابعنا عشان نجيب لك النص من 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 الفكرة الجمهورية. النبوة ختمت زي ما قال الأستاذ لأنه كلما أرادت السماء أن تحيل على الأرض استغر من دفتين المصحف، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما في حاجة لنبي جديد، لأنه كلما أرادت السماء أن تحيل على الأرض استغر في القرآن، ما في شيء تاني يجيبه ملك. عشان كده النبوة ختمت، وختمت بصريح نص ولو رده الأستاذ محمود. فكون الشخص يجي يقول ادعى النبوة ده كلام كذب، وهو كان انت ممكن تستغنى عن السماع له لانه هو ما اداك مرجع. كان هو لو عنده مرجع يقول انه في الكتاب العنوان بتاعه او في التسجيل والرقم بتاعه. ده ما حصل. نحن وريناك هسه دي انه نحن ما عندنا كلام الاستاذ محمود فيه، وقال ادعى نبوه وقال النبوه ختمت. اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين الموت، لكن اليقين العلم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. فاليقين برضو العلم، والموت ذاته هو وسيلة من وسائل العلم. لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالموت هو رفع الحجب لترى الأشياء اللي ما كنت بتراها وليكون عندك يقين بها. لما النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، جاء الخطاب القرآني قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هو حي لأن علم اليقين. فاليقين ما عنده نهاية، لأنك أنت كلما تؤمن كلما تعلم كلما كان أمامك من العلم ما يستوجب الإيمان. ولذلك إبراهيم لما قتل الطير وأحيوله أمامه بعد كله قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم خلت زوجته وطفله في واد غير ذي زرع، لما أمر بأن يتركهم تركهم. لما كبر إسماعيل قال أذبحه مشى ليذبحه، مر في التجربة جاء الخروف، وهكذا في التجارب دي كلها. قال وما يرغب عن إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فعلمه متطور باستمرار في مستوى الإسلام ده، في علم ما بعرفه برضه بيؤمن به وبحققه. ولذلك اليقين هو العلم بالمعنى ده برضه، الموت الحسي والموت المعنوي. بالموت الحسي بتلقى العلم وبالموت المعنوي بتلقى العلم، وده معنى أموت قبل أن تموت. فيبقى كلمته بتاعت أنه ده فيما يخص قصة العلم بتاعت أنه الموت وأنه اليقين العلم يعني أو الموت كلمة اليقين. قال تسقط عنه التكاليف. الأخ محمد عندنا موقع الفكرة الجمهورية اسمه الفكرة.org، فيه كتب كمية كافية جدا من الكتب والتسجيلات. لو أي واحد فيهم لقيت فيه أنه تسقط عننا التكاليف، ولا الأستاذ محمود قال تسقط عنه التكاليف تأتينا به، ده برضو من الافتراء والكذب على الأستاذ محمود وعلى الجمهورية. دعوة الأستاذ محمود دعوة باختصار لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قبل في السؤال اللي قبله ولا كده تكلمت عن طريق محمد محمود، محمد طه يدعو إلى طريق محمد، وقال إلى الناس عامة والمسلمين خاصة وأصحاب الطرق والمضطرين بصورة أخص لم تعد الطرق ولا الملل الملل إلا طريق محمد. وعندنا في كتاب أنه الصلاة لا تسقط عن عاقل، لأن الصلاة هي وسيلة أي إنسان في أي مستوى من التحقيق، في مستوى الإسلام أو في مستوى الإيمان أو في مستوى الإيقان. الصلاة وسيلة الإنسان للتطور. الأستاذ محمود عنده فهم في الصلاة وفهم في بعث الإسلام وبعث الصلاة، لأن الناس ما قاعدين يصلوا، الناس بيمارسوا الصلاة في شكلها في جوهرها ما قاعدين يصلوا، لأنه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت الناس بيعملوا الفحشاء والمنكر أعرف أنهم ما صلوا. رب مصلي لم تزده صلاة من الله إلا بعدا، رب غاري للقرآن والقرآن يلعنه. فيبقى الموضوع الطرح الأستاذ محمود عن الصلاة هي أن تؤخذ الصلاة بجد، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصلاة معراج العبد إلى ربه، قال الصلاة صلة بين العبد وربه. المعراج يودي للصلة، ويتكلم عن أنه الإسلام مستويين، إسلام دون الإيمان. بتشرح الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإسلام فوق الإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وده كان على النبي صلى الله عليه وسلم قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده الإسلام الأخير العلي إبراهيم، ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. العلي عيسى وعلي موسى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ده الإسلام في مستوى الثاني، وده اللي بتقول للصلاة، الصلاة المجودة اللي فيها الإنسان حاضر مع ربه اللي بيجهز ليها
الإنسان اللي بيكون وقته بين الصلاتين ملان بالذكر والفكر، عشان لما نجي من الصلاة من الظهر يقول السلام عليكم، يكون في سلام مع الأحياء والأشياء إلى نجي في صلاة العصر، يجلس للوضو ليتابع أعضاء ويحاسبه على ما فلت منه ويحمد على ما وفق الله له، ليقوم يقول الله أكبر، يكون محاولة أن يكون ما في قلبه كبير غير الله، ليقرأ القرآن والقرآن كلام الله ويستمع إليه ما يذهب منه في الماضي والمستقبل، لحد ما يقول السلام عليكم في العصر يكون في سلام التزم أمام ربه. لما يقول السلام عليكم يا القرآن بيقول لي لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يكون فعل السلام بين الظهر والعصر وبين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء وبين العشاء وصلاة الليل وبين صلاة الليل والصبح، يكون بين الصلاتين في ذكر وفي فكر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ده الدعوة اللي بدعوها الأستاذ محمود. إذا كان في زول قرأ كتاب الرسالة الثانية من الإسلام وقرأ كتاب رسالة الصلاة وتعلموا كيف تصلون وطريق محمد وطلع منها بأن الأستاذ محمود قال سقطت عنه الصلاة، افتكر ما سمع علينا ولا بيعرف أنه بنقول في شنو. دعوة الأستاذ محمود دعوة للصلاة، ولن يقوم للأرض دي قائمة إلا إذا الناس بيقوموا مصلين ليصلح أنفسهم، لأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما في طريقة لتغيير النفوس إلا بالصلاة. ولذلك الدعوة بتاعت الأستاذ محمود دعوة للصلاة، دعوة لإقامة الصلاة، وحتى حديثه عن الاقتصاد والسياسة والاجتماع هي لجعل الصلاة ميسورة، لجعل الصلاة مفيدة للناس، لتبعد الشواغل اللي بتشغل الناس من الصلاة. ده باختصار للأخ محمد. المقولتين الأساسيتين أنه هو ادعى النبوة وقال عن التكاليف كشك يدينا مراجع عليه، أو أي شخص يتبنى كلام كشك، ونحن بنشيد بأنك أنت على الأقل يعني بتتحرى أنك تعرف أن نحن بالضبط بنقول شنو. ده عشان ندي فرصة للأسئلة أكثر، أنا بكتفي بالموضوع ده وإلا أنه فيه تفصيل كثير. طيب جدا، فعلا نحن عندنا أسئلة كثيرة وبنحتاج أننا نمشي فيها. سؤال من عمر سودان قال: أنا فهمته أنه عاوز يغير، يقصد ماكرون عاوز يغير في الإسلام بما يناسب الأفكار الفرنسية. طبعا لا يمكن يكون أنه ماكرون دار يغير في الإسلام، لأنه بيعرف أنه الإسلام ده عقيدة بتاعت ناس يعني، فإنت ما بتخترع على الناس أنه هون يغيروا شنو ويخلوا شنو. انت بتطالب الناس اذا فرنسيين اذا مسلمين ساكنين في فرنسا ومشوا لجؤوا، ودي ضد التناقض اللي بيعيشوا المسلمين برضو في الغرب. احنا تركنا اوطاننا، انا مثلا في السودان مثلا، السعوديه عبر البحر الاحمر اقرب بلد لنا تقريبا بعد الحبشه والمحلات اللي حولنا مباشره بدون بحر يعني، وده محل الكعبه ومحل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه احنا ما مشينا اليوم؟ ليه المسلمين في أمريكا وفي فرنسا السودانيين بالذات ليه مشوا هناك، والسعودية أقرب محل لهم ومصر قريبة جدا لهم؟ لأنه لو جنبت هناك 100 سنة ما بيقبلوا مواطن، لأنه إخواننا في العقيدة وفي العروبة وكل الكلام اللي قاعدين نسمعه ده ما بيقبلوك، وبتجني معاهم أنت الوافد، أنت الأقل منهم، أنت كل أشكال التمييز. وانت لو جيت للسعوديه وللمحلات المسلمه دي، جيت من انجلترا وجيت من فرنسا وجيت من امريكا، وانت بتعتبر اكثر من انك لو جيت من وطنك الاساسي. دي النقطه اللي الناس برضو خدتها في بالهم. فهون دارين يقول لهم اذا انتوا عندكم فهم لدينكم مغاير لموضوعنا، انتوا ما كانت تجونا من البدايه. يعني مثلا اذا كان انت داير تقول انا مسلم وبقني في مسجد في باريس وأقرأ الآية اللي بيقرأ لنا عبد الحي يوسف: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دار تنفيذ أنت في باريس ده بكون وضع غريب جدا جدا. بيقول لك هنا في باريس أي شخص قبل أنت بجينا أعرف أنه نحن عندنا الناس مساوين، ما بنفرق بين أنه ده مسيحي أرثوذكس ولا ده مسيحي بروتستانت ولا ده مسيحي من أي شكل أو مسلم أو بوذي أو سيخي أو خلافه.
المواطنين هنا مستاوين. انت داير تجيب فهم غريب وداير تفرضه عليه، وهو هو بيعرف انك انت هو ما بغيره، لكن انت المفروض تغير موضوعك ده في الفهم اذا كان ده رايك من البدايه جايهم ليه. وهنا المسلمين اللي عايشين في فرنسا وفي امريكا ما قال انه يعني ما الزول ما يساكن المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بانه ما ساكن المشركين. ليه ما قرينا الحديث ده قبل ما نطلع في الطياره نمشي لفرنسا ولا لامريكا؟ فمكرون بيعرف انه هو ما بغير في الاسلام، لكن بيطالب انه المسلمين الفهم اللي ما ممكن يتطبق في القرن 21 ما يجيبوه ويخلقوا به مشاكل عند الناس. ده الوضع اللي الواحد بيقرأ به وكلام ماكرون جدا. بعدين طيب. الناس دارين يديهم ماكرون ده ما يشوفوا هم بالضبط بقدموا شنو كانوا للإسلام في البلدان الغربية دي. يعني انت دار تقول انه مثلا اذا كان القانون الفرنسي او القانون الامريكي بيمنع تعدد الزوجات، دار تجي تقول انه والله لانه الآية قالت فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع وانا لازم يكون عندي اربع نساء ويدوروا لي القوانين كلها عشان يستوعبوا الموضوع ده. سؤال اكثر من كيف هنا من الاخر للرقعة عمر. نعم نعم في اسئله كثيره عايزين نغطيها. نعم سؤال من خلينا نشوف في سؤال من هنا من داخل الشات انا حاقرا لك من انونيمس somebody يعني ما كاتب اسمه. قال ليه الأستاذ محمود كان بيركز في صورة الغدر؟ هل الصورة دي عندها علاقة بصلاة الأصالة؟ القرآن كله طبعاً لو بالفهم الفهم الفهم الصحيح عنده علاقة بموضوع الأصالة، لكن صورة القدر لأنها في فهمنا نحن بتبشر بالسلام. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي في فهمنا نحن التبشير بمجيء السلام ورجل السلام، ولذلك بنركز عليها ومنقرأ في صلواتنا ومنقرأ في أوقاتنا المختلفة. إذا بدأ بيك في الرد على سؤال الآخر. نعم طيب سؤال من الفيسبوك من مو الأمين. السلام عليكم أستاذ دالي، سؤالي في تطوير شريعة الأحوال الشخصية، التطوير في الميراث بيكون كيف مع آية المساواة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ النظام الاشتراكي اللي احنا بندعو له ما فيه ميراث. الحقيقة التطوير هو أساساً ماشي في اتجاه السنة النبوية، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أن المال ده مال الله ما حق إصدار معين. إحنا دارين نخلق المجتمع الاشتراكي اللي فيه الحد الأدنى للحياة الكريمة محفوظ لكل مواطن في الدولة المسلمة، ولذلك ما في زول بيوري الزول، أنت حقك موجود لك بالقانون. يعني اذا كان انت طفل او عاجز على الانتاج او عجوز او شخص ما عندك مقدر على العمل، انت بيجيك ما يكفيك في بيتك. لا ما اعرف والله اذا شو هو مش يعني مش قصه مساواه في انه المراه ترس الراجل، ما بكون في ميراث. النظام الاقتصادي بيقوم على انه يكون ما في ميراث، الناس عندهم حقوق بياخذوها من الدوله او من المجتمع ان شئت. ده في الرد على الاخ. طيب في الأخ صالح محمد وفي الحقيقة كتابته طويلة هي لكن اختصرا نحاول. قال السلام عليكم دكتور دالي، عزك الله وعز أخوانك الجمهورين، عندي طلب منكم كجمهورين. أنا كشاب عمري 22 سنة بحاول أتعرف على التاريخ الإسلامي من جميع الملل والنحل، من أقصى المذاهب السنية إلى أقصى الشيعية، ومن وقائع التاريخ اتضح لي أنه كان كل طائفة عندها ما يجعلها على حق. فأنا عايز ألتقيكم على أرض الواقع في داركم بالثورة الحارة الأولى في يوم محدد، وعايز ألتقي بأخوة عاشروا الأستاذ محمود. عندي كثير من الاستفهامات والأسئلة وعايز زمن، يعني أتمنى أنكم تكونوا بنفس سعة الصدر ورحابة الأستاذ محمود.
عنده سؤال ممكن تتواصلوا معي عن طريق الماسنجر إلى آخره. سؤاله بيقول سؤالي: هل عاد الجمهوريون للدعوة وشرح الفكرة الجمهورية في الداخل هذا مع إغرار على الحسرة ما أعرف على ما ضاع من عمر شعبنا في ظل غياب مثل هذه الفكرة وسيطرة والظلام على منابر الدعوة؟ الأخ ممكن إذا الموضوع انتهى. أيوة انتهى. نعم الأخ إذا كان مشى للأخوان في السودان، إذا كانوا ما أعرف إذا كان ورانا، إذا ساكن في القرطوم، في كثير من الأخوان الجمهوريين في منطقة القرطوم وفي اندرمان وفي بحري، إذا كان في أي مدينة إقليمية مثلا في ود مدني أو في الحصحيصة أو في رفاعة أو في الأبيض أو القضارف أو كسل، يكون في جمهوريين هناك وبيقدر يتواصل معهم ويناقش معهم الفكرة ويشوفهم. الفكرة الجمهورية كانت في عهد الإنقاذ ممنوعة ومقفلة على السبل، ولا زالت في كثير من المحلات حتى بعد الثورة، ولأنه يعني في مؤسسات إذاعية وتلفزيونية مختلفة في العالم بتجيب برامج عربية ما بتدينا فرصة، على اعتبار أن ماسكينها برضو لا زال السلفيين ماسكين بعصب المحلات دي. لكن إن شاء الله ربنا رايد ليه ويعرفها بيلقاه، موجودة في الإنترنت الكتب بتاعتنا وموجودة الإنشاد وموجودة محاضرات الأستاذ كلها موجودة، فالربنا فاتح له فرصة بيلقاها. نحن بنعمل طيب طاقتنا والباقي على الله. نعم السؤال أنا قلته ما من الأخ صالح، وإنما من أخ اسمه سور تداوي علي إدريس، اللي هو قال فيه: والتحية دكتور دالي والأخ الجمهوريين على ما قدمه ويقدمه. سؤالي: هل عاد الجمهوريين للدعوة وشرح الفكرة الجمهورية في الداخل هذا مع كلمة ما أعرف إقرار على الحسرة على ما ضاع من عمر شعبنا في ظل غياب مثل هذه الفكرة وسيطرة والظلام على منابر الدعوة؟ نعم بلقى كثير من الأخوان الجمهوريين في الداخل اللي يشرحوا له الفكرة الجمهورية، وموجودين هم بيشرحوا فيها بكل ما طاقتهم يعني. طيب السؤال في الحقيقة قلت لك من شخص آخر مش من صالح دي، وإنما هو بيسأل عن أنه إذا كان فعلاً الجمهوريين عادوا للتحدث والطرح الفكرة وكده، وأفتكر أنت جاوبت عليه، ولكن بس جص عشان اللخبطة اللي حصلت هو صمبودي إلس يعني شخص آخر. طيب نعم. نمشي لسؤال آخر. سؤال من مابت 249 للأستاذ محمود: الأخوان الجمهوريين بيركزوا على صورة الله اللي قلناه خلاص، هناك هدى من الرسول اتبعه الإمام علي عندما أصبح خليفة، وهو عندما لامه بعض أصحابه على شظف العيش إذ التزم به فقال بما معناه: إن الحاكم العادل يجب عليه أن يعيش مثل أفقر رعيته، وإلا فإن ليس أمين، أنه ليس أمين على شعبه. أنا أفتكر ده تعليقي يعني من الأخ ده، إذا عندك تعليق. كويس جدا، النموذج ده طيب جدا، نموذج سيدنا علي، أنه فعلا الزول اللي بيتولى أمر الناس المفروض يعيش زي الناس إذا ما كان أقل لهم، ده الشرط. طيب الزول ممكن يشوفه في حياته اليومية، إذا أنت مثلا قاعدين 10 أنفار والزول المشرف على أكلهم بدأ يأكل هو قد ما يشعر بيجوع الباقيين، لكن اذا انتظر لما ناكلوا الباقيين هو بكون على الاقل عايش عنده التصور، لانه الزول الجيعان ما اكل بيحس في شنو هسه الحين. لما يكون انت مدينك سياره الحكومه وبيجيبوا لك البنزين وعندك سواق مدفوع الاجر وبيقوم الصباح بيمشي للطرمبه بتاعت الحكومه المخصصه ما بقف في صف عشان يملوا له التانك بتاع العربيه ويجي راجع يشيله ويدوه العمل، لما تكون في مناسبة بتاع السيول كسرت بيوت الناس بتركب في الانكروزر ذاته بتمشي تشوفهم من بعيد لبعيد وتجي راجع، ما بتشعر بها، ما بتحس بحسس الناس، ما بتحس بحسس الإنسان اللي عنده طفل عنده ملاريا وما عنده حق الكورس بتاع الملاريا، فما حق إنسان يكون عنده
يعيش على أكبر عالم مستوى الناس يكون مسؤول منهم. يعني ده موضوع بسيط جدا جدا في واضح جدا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الراشدين من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللي ما بكون في المستوى ده ما يتطلع لقيادة في تقديرنا نحن. يعني ما أعتقد أن الإنسان ممكن يحل مشكلة البلد أو يحس بحس السودانيين إذا كان ركب في الطائرة بالدرجة الأولى ونزل في فندق درجة أولى ومشي رجع أخذ بدل السفرية وأدوها له بالعملة الصعبة كمان برا. ده ما حقه يتكلم عن الشعب السوداني. أنا في تقديري كده ما بجد نفسي بحترم أي زول بيمارس ممارسة زي دي. طيب جدا. السؤال المضى اللي أنت أول تعليق كان من عبدو أرار. عندنا سؤال من الماحي علي برضو ديل. الاثنين ديل كانوا من اليوتيوب. بيقول بعد التحية: أي حكم طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل مكة عندما فتحها؟ ده سؤال. هل طبق قانون الشريعة في حقهم كما وردت في الآية الخامسة من سورة التوبة؟ أم طبق فيهم سنته المتسامحة إذ قال لهم أذهبوا أنتم الطلقاء رغم أنهم كفار وأعداء؟ هنا أسلموا طبعا استسلموا ما ظلوا كفار. يعني في فتح مكة لو زور رجع مش قرى التاريخ السيرة عنه هنا استسلموا وسلموا. يعني طيب جدا. نعم لكن ما حاسبنا على ماضيهم في الأذى وفي كده. يعني هو يقصد ما طبقت فيهم الآية إذا انسلخ الأشهر الحرم. صحيح هاي يعني لكن لأنهم هم أسلموا. نعم. طيب أسلموا بعد الفتح. نعم. طيب محمد جميل يقول: يا دكتور، مسألة انشغال العبد بالذكر والفكر بين الصلوات، أليس هذا يعني أن الأعمال وهم بمعيشة وهم بمعيشة ولا تعليم ولا حيز لذلك؟ فهل هذا عملي فعلا؟ ما فهمت السؤال صراحة. أنا يعني بين الصلوات الإنسان اللي بيقول السلام عليكم في الصبح وبقوم بيطلع وبينوي أنه ماشي يكسب حلال ويخدم الناس في وظيفته أو في زراعته إن شاء الله، ودار يخدم الناس ودار يخدم نفسه وأسرته ويعيلهم بالنية دي، ده عمل في التعبد. على أن يكون في كل خطوة مثلا ما بيغش الناس في أي لحظة من لحظاتهم، ما بيستغلهم مثلا لأنهم في عطالة كثيرة في الغرية وأنا عندي المزرعة أقول لهم اليوم بجنيه مثلا وأعرف أن الجنيه ده ما بجيب له الفطور، ما أستغل الناس في زراعتي، ما أستغل الناس في تجارتي، ما أشتري بعشرة وبيع بمية مثلا. بين الصلاتين أنت تراعي الله والنبي كأنك بتصلي. في كل عمل داير تقوله إذا داير أقول كلام ما كذب، المؤمن لا يكذب، ما أسيء زول، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. تراغب حواسك، تراغب عينك، تراغب أنفك، أنت متكبر ولا متواضع، أنت بتاكل حلال ولا حرام، إذا أكلت حلال هل كثير ولا شوية. أنت بين الصلاتين في حالة مراغبة لأنه حياتك تكون مطابقة للعمل النبوي، للوصية النبوية. ده معنى أنك أنت بتكون في صلاة، عشان كده قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، دي ذات الصلاة. الدين المعاملة. يعني الصلاة بين حضرة الإحرام وحضرة السلام. حضرة الإحرام اللي هي بتبتدي بالله أكبر تنتهي بالسلام عليكم، حضرة السلام بتبتدي بالسلام عليكم وتنتهي بالله أكبر. فحركة يعني حضرة الإحرام اللي هي الصلاة المعروفة عشان تهيئني أنا لأكون في سلام مع الناس، والصلاة بين الصلاتين عشان لما نجي في الصلاة المقبلة أكون أنا برضو متطور تعيني على الحضور. لكن إذا كان أنا بين الصلاتين بشتم وبغش وبشيل حق الناس وبجي بفتكر أني بصلي العصر، ما ممكن تكون حاضر في العصر. ولذلك كل صلاة مفروض تؤدي لصلاة أحسن منها. إذا حضرت الإحرام تحسن حالتنا في المعاملة، والمعاملة الحسنة تحسن صلاتنا المقبلة، وصلاتنا المقبلة تحسن معاملتنا المقبلة، وهكذا. ده معنى المعراج. المعراج هو التطور في سلم
طالع صاعد. ولذلك ده العمل به ذاته عبادة. والإنسان يجود عمله يخدم الآخرين وبعد دخله يطهره بإنفاق ما زاد عن حاجته. طيب أنا أفتكر هو برضو بيقول يعني إذا كان أنا في الصلاة بصلي وبعدين من الصلاة أكون مشغول بالأشياء ذكرتها أنت دي، فيفتكر أنه طيب معيشته يعمل فيها إيش يعني؟ قال هل المسألة دي عملية؟ هذه المعيشة ذاتها. أنه إذا كان أنا مشيت الدكان فتحت الدكان بس ما أغش بين الصلاتين، أنه أساعد الزول إذا يعني زول زول حاجة أساعده، أنه ما أربح ربح فاحش من الناس أو أدس البضاعة لأنه منتظرة تغلى حتى بيعها. إذا كان أنا ببيع اللبن مثلا ما زيده موية. إذا أي عمل بتعمله أنت بتراعي فيه وجه الله وكأنك أنت مراقب من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، دي ذاته بتخليك في صلاة. لما تجي للصلاة بعدها أنت بتحاسب يديك وتحاسب عينيك وتحاسب عنفك العمل في الوضوء كله عشان تحاسب على الفلت منك وتجبر الكسر وتمشي لقدام. فده بيجعل أنك أنت عملك ده ذاته عمل في الصلاة وعمل لي الله. طيب سؤال من الأخ إبراهيم عبده، تحياتي دكتور. أنا بسأل الدكتور هل الجمهوريين قادرون على نشر فكرهم في داخل البيت السوداني كما تعتقدون؟ الجواب نعم، الجمهوريين قادرين أن ينشروا الفكرة بتاعتهم، وبتتهيأ الظروف كل يوم إن شاء الله عشان ينشروا ويسعوا الناس لمعرفتها. يعني بيجي اليوم إن شاء الله الناس يبحثوا على الجمهوريين اللي يشرحوا لهم الفكرة الجمهورية، ويكون سهل جدا جدا يكون عندهم المقاس ليشوفوا التشويش الحول هذا كله كلام ما عنده قيمة وما عنده سند، ويتخلق رأي عام يبحث عن الفكرة الجمهورية ويديها الفرصة في أنها تشرح نفسها إن شاء الله. نعم في سؤال برضو من أفتكر من اليوتيوب هاي ماشي، الاسم محمد هاي منصور بيقول لو تسلط لنا الضوء على كيفية إنشاء جمعية تعاونية وتوعية الشباب. الفكرة التعاوني فكرة رائعة جدا جدا لو لقى الناس الأمينين الصادقين المتوجهين، ودي برضو بتربط موضوعنا نحن بموضوع الصلاة وبموضوع الصدق. الفكرة التعاوني دار نقول شنو باختصار، يعني دار تقول انك انت الشعب ده يشارك في انتاجه وفي قرار ينتج شنو وانه يبيع بكم والربح يودي وين، واول حاجه ينتهي من الايادي في النص الطفيليه اللي ما بتعمل عمل يذكر وهي المرهقه المنتج ومرهقه المستهلك. يعني مثلا اذا كان احنا 100 مزارع في قريه بنمشي نجيب تراكتر بتاع التاجر الغني ليحرك لنا الأرض تكلفة، بنمشي للتاجر اللي بيبيع السماد نشتري منه بضاعف أسعاره بتاع السماد، بيشتري من الشركة المستوردة اللي هي بتبيع لتاجر جملة بيبيع لتاجر تجزئة، نحن المزارعين نشتري من تاجر التجزئة، دي كل واحد فيهم بيضيف أرباحه. لو نحن عملنا جمعية تعاونية وكان النظام الحكومي عنده الكادر اللي بيجي يدرب الناس دي على مسك الدفاتر على إدارة الاجتماعات على أنه بيكونوا اللجان كيف بيسجلوها كيف، داير أنت الحكومة تكون مشاركة في التنظيم ده، أن الغرة دي لما تتجمع يجيها مندوبين من الحكومة المركزية أو حكومة الولاية أو حكومة المدينة تجيهم توريهم أنه كيف يجتمعوا وكيف يستمعوا لبعض، وأنه الزول لما يتكلم يرفع يده ويستمع للآخرين، كانوا تكون بما يسموه الكوميونيتي اورجانيزيشن، يعني انت داير تنظم المجتمع ده اول ذاته اللي يعرف كيف يجتمع وكيف ينفض وكيف يكون لجانه ومعنى الانتخابات شكلها كيف. فانت داير تدريب ليهم على المساله زي دي، مجرد ما تدربوا بعدين يقوموا يجتمعوا كونوا لجان عرفوا كيف يمسكوا دفاترهم يجتمعوا بانه احنا دايرين شنو الانتاج مدخلاته شنو، والله الانتاج بيكلفنا كده وكده وكده وكده، طيب نحن نتقدم للبنك التعاوني اللي يمول لنا دارين تراكترين بيقدم لنا كلنا 100 حواشه مثلا، ودايرين
300 كيس بتاع سماد، ودايرين كدي علبة مثلا من البذور المحسنة، إلى الآخر الحاجات اللي أنت بتحتاج ليها دي يكون عندنا مقدرة نستوردها مباشرة. وفي الوقت ده بنتجاوز الشركة اللي بتستورد، بنتجاوز تاجر الجملة وبنستورد تاجر التجزئة. جات للمزارع، نزلت في مخازن الجمعية التعاونية بتاعت الغرية، السماد، البذور المحسنة، المبيد الحشري، مبيد الحشائش، أي شيء بنحتاج له موجود عندنا في المخازن. بعد ده بتجي اللجنة الأمينة الصادقة اللي همها خدمة الناس، تتقسم عليهم حسب أراضيهم، حسب إمكانياتهم، كيف بيجمعوا، كيف بيخلصوا، كل الحاجات زي دي. لما نجي في التسويق نبعد السمسار في السوق. أنا لما نقول السمسار يعني في ذهن الناس اللي بيجوا نظيفين في السوق، واحد شايل عصايته ولابس مركوبه وما عنده أي شيء غير أنه يزل المزارع ده ويشتري منه بأرخص الأثمان ويلتفت ليبيع بضعف الأسعار الموجودة، اللي أكثر من يعني يكون كسبه هو في 5 دقائق وعشر دقائق أكثر من المزارع اللي انتظر المحصول ده ينقلب 6 أو 7 شهور هو شغال فيه. يكون في عندهم مكتب لتسويق منتجاتهم وهكذا. فالحكاية هي فيها تفصيل كثير، لكن جوهر الأساسي أن يكون الناس عندهم أخلاق، عندهم صدق، وكل زول ضميره رغيب عليه والله مراقب، وهو عنده إحساس بأنه هو يعلم مراقب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا هذه تمت بيكون في زيادة للإنتاج من مصادر الإنتاج، بيكون في عدالة في التوزيع، بيكون في فرصة لأنه المنتجين هم يكونوا المشجعين مش التجار والسماسرة والمستهبلين في النص. ده يجوز يكون طرف مما الواحد يقدر يديه في العجالة دي. نعم، معانا هنا الأخ وليد محمد كتب في الشات، قال يا دكتور أنا بعرف أستاذ قديم بيعرف عن التعاون في السودان، تاريخ وحاضر، عمره الآن في الثمانينات، إلا أنه قادر أن يسهم إذا الناس وصلوا له. تعليق من الأخ وليد على حاجة. جيد جدا، حقه الأخ وليد طالما بعرفه يديه زمن ويمشي يسجل منه ويسأله الأسئلة المختلفة، ويكون الأخ وليد يعني مثلا مع ناس آخرين ينسب ويشوف الناس المهتمين. يعني في بقت هسه من خلال الانترنت ممكن كثير انت تعمل تجمعات مختلفة وتخط المادة اللي لقيتها إذا مسجلة وعملت لها مثلا تنزيل، انت كتبتها كتابة تستفيد من الشخص ده بصورة تنشر تجربته ويستفيد منها الناس اللي بيطلعوا عليها. برضو أنا بأخترع على الأخ وليد لو اتصل بالدكتور محمد الفاتح العتيبي اللي هو تقريبا مستشار في عملية التعاون وتنشيطه وكده، يمكن أن يكون ده باب للمدخل مباشر لاستفادة من هذا الرجل. عليها نشكرك شكرا جزيلا. في سؤال من أشرف غازي بيقول السلام عليكم أستاذ دالي، هل أمريكا هي الأقرب لتحقيق رأي الأستاذ محمود بالمزاوجة بين الديمقراطية والاشتراكية في جهاز حكومي واحد؟ أمريكا هسه بتمثل النظام الرأسمالي في صورة قبيحة جداً جداً، ويجوز تجربة كورونا هسه ورت الناس أنه كيف قبح النظام الرأسمالي من حيث هو. يعني هسه دي لما قامت أزمة الكورونا دي 50 مليون تقريبا ما يقدر ب 50 مليون فقدوا وظائفهم. وانت تصور ان شوف الرأسمال ده وضعه كيف، يعني انت بتكون عندك شغال في المصنع او في المكتب الشركة لمدة 20 سنة يستغنوا منك في لحظة. والنظام نفسه هسه دي انت لما تفقد وظيفتك ما بتقدر تدفع الإيجار بتاعك، بيطلعوك من البيت إذا كان البيت مشتريه فيما يعرف بالمورجج اللي هو القسط الشهري بتدفعه للبنك، ما بتقدر تدفعه بيستلم منك المنزل بتاعك، سيارتك بتكون بالأقساط إذا فشلت بتجي الشركة تستلم السيارة، الشركة بتاعت التأمين الصحي بتسقطك من قائمتها، بتكون ما عندك تأمين صحي. فدي صورة قبيحة جدا جدا هسه مثل النظام الرأسمالي، و المخرج منها هو بالنظام الاشتراكي. أمريكا عندها الاستعداد، بمعنى أنه
لأنه نظام ديمقراطي الناس عندهم فرصة للتعبير عن الرأي الاشتراكي، زي مثلاً ساندرز لو الناس متابعين الحركة السياسية في أمريكا، ده سيناتر من ولاية اسمها مين، وقاد حملة بيدعو للاشتراكية واستنفر ملايين الناس يعني صوتوا له، وخاصة في وسط الطلاب وطلاب الجامعات بالذات. فأمريكا عندها الفرصة في أن ينتشر فيها الفكر المغاير لفكر السلطة، لأنها عندها نظام ديمقراطي بمعنى من المعاني. طبعا النظام الديمقراطي ذاته فيه مشكلة إذا كان في نظام رأسمالي زي ما تشرح الفكرة الجمهورية، لأنه الرأسمال هو اللي بيجي في السلطة وهو اللي بيغير سياسات السلطة. على أي حال أمريكا إذا في فرصة لها، لأنها هي فيها فرصة للتعبير عن الرأي الآخر، لكن هي كنظام السادي هي نظام رأسمالي عضوض، صعبة جدا جدا، بتسحق الإنسان الفرد العايش فيها بصورة كبيرة جدا جدا. يعني النظام الرأسمالي بتظهر أزمته دي أكثر كل يوم هسه لقدام. الناس اللي اترفضوا ديل غالبا ما كثير منهم بالملايين ما حيلقوا فرصة يرجعوا، وماشية الحياة للأوتوميشن، ماشية تجيب الروبوت والذكاء الاصطناعي. للناس اللي هسه بسافروا في المطارات المختلفة بيلقوا أنه البوابات الإلكترونية استبدلت كثير من الناس الموجودين، مثلا عامل الموظف اللي بيتناول الباسبورت منك ويفحصه أصبح ما موجود في كثير من المحلات، أو على الأقل نصف الخانات بتكون مملوءة ببشر والباقي بيكون بأجهزة إلكترونية. فالحياة ماشية والتقدم التكنولوجي ماشي ليغير الإنسان نفسه المنتج بآلة، زي ما شفنا من التراكتر. زمان كانوا الناس بيزرعوا الفدان يكونوا 5-6 أنفار عشان يزرعوها، هسه بتجي التراكتر بيزرع آلاف الأفدنة. فكل يوم الآلة اللي قدام ماشية تزيل الإنسان من الإنتاج، فلا بد أن تغير النظام الاقتصادي نفسه لتستوعب المشكلة الجديدة دي. فكان في كلام كثير يقال عن سوء النظام الرأسمالي وأمريكا نموذج له، لكن على أي حال هي أقرب بالمعنى البي، وأنه الناس بيستمعوا في فرصة للتعبير عن الآراء الجديدة زي ما قلنا، زي ناس ساندرز وناس أورتيز أو كورتيز اسمه أورتيز أفتكر، نائبة من نيويورك ألكساندرا أورتيز أفتكر، نعم أورتيز. ففي في في أصوات جديدة بتنادي بالاشتراكية، وكل يوم بتكتسب أراضي جديدة، وكل يوم النظام الرأسمالي يبرئ عيوبه الشديدة للآخرين. ده في موجز للأخ أشرف غازي. طيب سؤال من عادل أحمد طه بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور دالي، هل شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل حسب ما علمت على ما أعتقد بالفكرة الجمهورية؟ وإذا كان الإجابة بنعم، ما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ نعم، شهادة الرجل زي شهادة المرأة، والدليل هو قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعروف جعلها قاضية. هسه إحنا عندنا رئيسة القضاء في السودان مرأة، رئيسة القضاء في الجزيرة على ما أذكر مرأة، فلا يمكن تكون هي بتغيم شهادة الشهود وتكون هي نصف الرجل في الشهادة، بيكون في وضع يعني ما ممكن الاستيعابه. فالمهم الشاهد في الموضوع أنه لا ينزل عليهم بالمعروف. المعروف جعلها قاضية وجعلها مديرة وجعلها رئيسة وزراء وجعلها رئيسة بلد، رئيسة جمهورية، تكون لها زيل عليها. إذا بقت قاضية تكون شاهدة. ده السند من القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. سيد أحمد عثمان الخبير بيسأل بيقول: جزاك الله ألف خير دكتور دالي، صراحة أول مرة أعرف أو أفهم شيء عن الصلاة بصحتها وصفاها، يا سلام، وقول ربي زدني علما. أفتكر تعليق يعني جيد جدا، ونوجه الأخ سيد أحمد عثمان جزاك الله خير. لو قريت كتاب تعلم كيف تصلون هو في الفكرة تدور، بتجد ما يسرك إن شاء الله. يبقى نختم بصورة القدر بصوت الأستاذ محمود. أنا أمل أن نتلاقى في الأيام المقبلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم،
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. طيب دي نهاية ركن نقاشنا ونتلاقى في الأيام المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا.